استعمال التنويم المغناطيسي هيبنوسيس لتهدئة الدماغ قبل رفع أجهزة التقويم، وتكون الطريقة بشكل مريحة تماما. عندما يركز المراجع على هذه البلورة فإن الضوء يتشتت في عدة جهات، وبذلك يسبب تشويش في الدماغ وتهدئة، وبعد لحظات نرى أن الدماغ يكون هادئا والألم يختفي عند العمل. طريقة الهيبنوسيس موجودة ومعروفة عالميا ومريحة جدا بدون استعمال أي أدوية. ركزي على الضوء، أنت إذا تلاحظين الضوء ده يتحرك بشكل ويتلون بألوان متنوعة، يتحلل إلى ألوان الطيف السبعة، وهو ممتع ومريح. تمام، الآن نجد أن الأسنان أصبحت متهيئة لرفع الأجهزة. الآن أريدك تكونين مرتاحة. هنبدأ بالخلف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ضغط خفيف جدا ممتاز، شكرا. عملية مثل التكة، تكات الساعة، تك تك تك، ومع راحة تامة جدا. شكرا يا بطلة، شكرا للعلاج الممتع. لقد رفعنا الجهاز العلوي بالكامل. السلام عليكم، كيف الأحوال؟ هذا الجهاز يعني موجود، حسيت به؟ مرتاحة؟ مرتاحة. صار عندك أي شيء من ألم؟ أبداً؟ أبداً. الحمد لله رب العالمين. وهكذا سنرفع الفك الأسفل. شكراً للطرق المريحة مع التنويم الإيحائي الهيبنوسيس. شكراً لمتابعتكم، والسلام عليكم، مع تحيات البروفيسور الدكتور بشير كنعان، مسقط، عمان.